متابعي وضح، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أين كان من المفروض أن يلعب المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للمحليين. سنرصد لكم آراء ووجهات نظر الجماهير. نمدوا كلمة لخوتنا المراركات، منينا باه تجيو لهنا في الجزائر؟ سنينا الجار المغربي باه يجي لهنا خويا، نرحبوا به في الجزائر. نقولوا احنا شي خيبنا كيما جاوش خاوتنا المراركة عندنا. والله حبينا يكونوا هنا في قسنطينة، والله نقعدون في ديالنا ونحلوا لهم بيوتنا. هذيك السياسة تبقى بيناتهم، احنا الشعب مع الشعب خاوتي، وحنا خاوة وما تفرقنا لا سياسة لا والو، هذه رياضة. احنا رحبنا بكم وعلقنا حتى الضرابو تاعكم في كل بلاصة. للأسف الشديد ممكن فرصة خلاف إن شاء الله، ورانا مرحبين بكم في أي وقت. مش راح نقول لهم مرحبا بكم في بلادكم الثاني. وان تو تي في فالجيري، وتحية المغرب. وتحية المغرب وتحية الجزائر.